يا ناس اهلي اهلي بوي يا حبيبي يا بوي يا حبيبي يا بوي ابوي شبهي شبهي حبيبي يا بوي حبيبي اخويا الكبير شبهي برضك اخويا الكبير حبيبي حبيبي توحشتك جوا اخوك حبيبي اخويا الصغير شبهي شبهي يا انت شبهي شبهي يا شبهي شبهي شبه بعض شبهي حبيبي حبيبي شكلك ضيف لانك مش شبهنا مش شبهنا اهلي وحشني هما اهلي مش بيحبوني ولا ايه؟ هو انت كنت مزعل في حاجه؟ مش عارف ده شكلهم ما صدقوا خلصوا منه باينه في وشوشهم ايه والله ثانيه واحده هو انت ازاي سعيدي واهلك ساكنين في البدرشين؟ مش ملاحظ حاجه؟ صح حاج ابو جمعه لو انت مش عاوز احنا ممكن عادي ناخده ونمشي يعني احنا تمام يا ملك ما يلا بينا ولا نبعت نجيب جلاليب احسن ونعيش معاهم 7-8 سنين هنا يلا نسيبه ونجري خلاص ماشي بقول لك احنا هنمشي لو عوزت اي حاجه ابقى كلمني على طول استني بس لو هتهملوني الحالي معاهم بقول لك ايه ما ينفعش نسيبه ده شكلهم غريب قوي كان عندي حق ده مش طايقينه ممكن عايزين يرموه في اقرب ترع جنبهم كويس قوي ان احنا شلناه الفتره دي كلها قرار جلدنا مش واجب برضه ترحموا بابنكم ولا انتوا واخدينه تخلص حق ده انتوا حتى الزير ناشف انت بتزعج ليه؟ بتزعج ليه؟ بتزعج لابوي؟ انت اتجننت هما قالي هيقتلوني ولا حاجه؟ داروا العربيه ورا الدار وكتفوهم لي كلهم ابوي لا لا يلا ابوي انت بقول لك هتعملوا ايه؟ والله العظيم لا لا اياك حد يمس طب هقول لك تاريخ جوازك من بنت الحاوي يا حسن بعد خطوبتك لملك بست شهور بنت الحاوي تاني يا ابن الكلب تاني؟ الله 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 ده الموضوع قديم بقى عيل وغلط يا شيبي ويتأدب البت حامل يا عنتر الجواز وحله الطلاق والحمل وحله الإجهاض الغلط يلزمنا ونتأدب في أدب وقته فات أيوه شيمي بس اللي بيني وبينك وبين ملك وحسن كتير ما ينفعش طش شباب ولا هبل ولا نزوة يبوظوه وبعدين يا أخي ما احنا كنا عياله بنغلط ولا إيه أنا ما برميش بنتي يا عنتر وعايز برضو أسمع من ابنك أنا غلطت يا عمي موضوع أنا وفريدة ده قديم قوي من أيام المدرسة وأنا والله العظيم حاولت أخلصه كذا مرة بس هو اللي شكله مش راضي يخلص أسره أنا كده بقى خلصتك من جوازة بنت الحاوي وخطوبتك من ملك مفسوخة تخلص موضوع الحمل بتاعك ده وبعدين تيجي تتقدم لي من تاني يقول لك آه يقول لك لأ إيه اللي بتقوله ده يا شيبي؟ يا باشا الشباب يا باشا ده آخر كلام عندي إيه؟ كالو شيمي رضوان كبير تجار الذهب في بره مصر مين معايا؟ 10 مليون جنيه متينات دي لو عايز تشوف بنتك ملك ودراعك اليمين تجهزهم في ظرف 3 ساعات وانا هكلمك بعدين الو الو في شيء خير ملك ونصر مخطوفين واللي خاطفينهم طالبين 10 مليون جنيه فدية يبقى اكيد ده الواد نور وكان عامل فيلم الذاكرة ده كله عشان يخطف مين دول؟ دول اهلك انا مش عارفه هما بيعملوا معانا كده ليه حاول تفتكر اي حاجه كده دول ايه حراميه سفاحين قتلين قتله الله يخرب بيوتكم يا ملك دول مش طايقين ابنهم اساسا هيعملوا فينا ايه هيقطعونا حياتك شكل اهل نوح طلعوا مسجلين خطر وعشان كده طالع مافيا عارف ما بيجيش من وراه غير المصايب يا بوز الفقر والنعم واتش ات